ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مساعد التكنولوجي دخل في الموضوع شوية وطلع غادر كل الأحوال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين. نرحب فيكم كبات جميعا، مدربين فلسطين، مدربين بقية الوطن العربي كامل، أهلا وسهلا فيكم. وبتمنى أنه هذه المحاضرة يكون فيها الفائدة لكم ولي شخصيا. للأمانة نحن عادة نستفيد في الدورة التدريبية من المدربين المشاركين في أفكارهم، في سلوكياتهم، في كل شيء. فإن شاء الله يكون فائدة بهذه المحاضرة. المحاضرة طبعا في إشي بسموه اليوث باثوي، اللي هو تطوير اللاعبين خلال المراحل التدريبية أو المراحل التعليمية، هذا بشكل عام. لكن نحن راح نتحرك أكثر في مجالات التدريب، راح نتحرك أكثر عن الجيم سيتويشن، راح نتحرك أكثر في مجالات كلها بكرة القدم طبعا، وإن شاء الله تكون موفقة. طبعا الورشة التدريبية للمدربين كرة القدم عبر الإنترنت، والإنترنت كان عامل هاجس بالنسبة لنا، لكن لقيناها كويسة ومريحة ممتازة إن شاء الله فيها الفعل. دي اترككم دقيقتين مع هذا ال فيش صوت يا كابتن محمود. كابتن نهاد. نعم نهاد. انا الفيديو ما راح اتكلم بعد الفيديو. احنا بعرفه في صوت عليه بس هو مش طالع عندنا. يعني عالي. لا الصوت مش طالع ابدا. الصوت مش طالع عندكم؟ لا يعني انا بعرف الفيديو فبعرف الصوت اللي عليه بس هو مش طالع. للاسف. للأسف إذا ما كنتوا سامعين الصوت أنا متأسف جدا، لأنه هذه كانت عبارة عن تعريف عن حالي، تعريف بسيط بهذه المدة فيديو، لكن من سوء حظي أنه ما طلع الصوت. الآن سامعيني كويس؟ إذا ما طلع الصوت رح نعيدها عدة مرات لأنه هذه أهم من المحاضرة بصراحة. كباتن، أول شيء في كرة القدم الحديثة في عنا بعض الاتجاهات المهمة. نتكلم بس بشكل مختصر جدا عن هذه الاتجاهات. نتكلم عن الجانب الدفاعي في مباريات كرة القدم. في عنا ثلاث حالات للضغط نسميه نحن الهاي بريسينج أو ثيرد بريسينج أو البريسينج إن ذا ميدفيلد.
يعني هدول ثلاث حالات في الضغط، الضغط المتقدم أو الأمامي، الضغط في وسط الملعب، والضغط في الثلث الدفاعي. هذه بس مجرد مدخل للمحاضرة. والموضوع الثاني في الجانب الهجومي، بالجانب الهجومي الانتقال من الحالة الهجومية إلى الحالة الدفاعية، أو العكس من الدفاعية إلى الهجومية، هو مفتاح مهم في كرة القدم. طبعاً بالنسبة للجانب الهجومي نتكلم عن البناء من الخلف، نتكلم عن اللعب الأجنحة أو اللعب من الأجنحة، نتكلم عن الاستحواذ في المباراة أو الاستحواذ على الكرة، نتكلم عن اللعب من خلال المراكز، نتكلم عن المرونة التكتيكية، ونتكلم عن اليقظة. هذه برضو نقاط مهمة جدا فيما يتعلق بكرة القدم في الجانب الهجومي. فبس نحن مجرد عم ناخد بعض الأشياء البسيطة في مجال كرة القدم. اللاعب بالتدريب بيتعرض في إشي بسموه المنهجية التدريب، منهجية التدريب. وكل ما كان منهجية التدريب قريب أو له علاقة مع الرياليتي أوف مع الـ كيف نشبه من المباراة، نلعب في أوضاع مشابهة للمباراة، نتمرن في أوضاع مشابهة للمباراة، وبالتالي واقعية اللعب. نعم، أو واقعية رياليتي، نعم أو واقعية. كويس. وعندنا موضوع التركيز، موضوع التركيز موضوع مهم جدا أثناء التدريب. وعادة الأطفال في الأعمار المبكرة يفقدوا التركيز بسرعة. يعني إذا كان في تدريبات تعليمية تطويرية يفترض أنه يكون قصيرة مش طويلة. يعني بالنسبة للأطفال بالسبع ثمان سنوات تسع سنوات ما عندهم القدرة على التركيز لمدة طويلة، قدرتهم على التركيز لا يزيد عن 8 دقائق 7 دقائق، يعني أقل من 10 دقائق بيفقدوا التركيز. وبالتالي يفترض أنه الجزء التعليمي من الوحدة التدريبية يكون مش أكثر من 8 دقائق 9 دقائق. وعندنا line by line، عندنا التدريب خط بخط، يعني الحارس مع المدافعين، المدافعين مع لاعبين الوسط، الوسط مع اللاعبين المهاجمين، الخطوط من الأطراف، الظهرة مع اللاعبين الوسط وإلى آخره. يعني التدريب line by line أو خط بخط بيكون في تركيز أكثر وفي تقبل للاعبين أكثر، وفي منها فائدة تطويرية أكثر. بالنسبة للمراحل التعليمية راح نمر على عدة مراحل تعليمية. المرحلة الأولى من 6 إلى 8 سنوات، من 6 إلى 8 سنوات. المرحلة هاي هو عبارة عن مدخل للعبة، كمرحلة استكشاف للعبة واستكشاف الأطفال أنفسهم. وبالتالي في المرحلة هاي فعلياً ما في تدريب، فعلياً ما في تدريب، لكن في نوع من تطوير العلاقات، من تطوير العلاقات بين اللاعبين، تطوير الشخصيات اللاعبين على المستوى النفسي وعلى المستوى الذهني، تطوير الحركية تبعت اللاعبين، القدرة على التحرك، القدرة على الجري، القدرة على تناغم اليدين مع القدمين أثناء الجري، القدرة على الدوران. يعني الأشياء هذه بتعلموها في المرحلة هاي بدون ما يكون في تدريب فعلي. والمرحلة هذه مهمة جدا، مهمة جدا فيما يتعلق بالاستمتاع في الوحدة التدريبية. إذن المرحلة الأولى Introduction عبارة عن مدخل لكرة القدم، عبارة عن استكشاف اللاعبين للعبة، استكشاف اللاعبين لأنفسهم، بناء علاقات بين اللاعبين من الناحية العاطفية، هذه أشياء مهمة جدا، والاستمتاع في
في اللعب في كرة القدم. هذه أشياء مهمة جدا. المرحلة الثانية يلي هي من 9 إلى 12 ومن ثم من 13 إلى 15. في هذه المرحلتين في بعض التشابه في التدريب ولكن مختلف في المستويات. في المرحلة عندنا تدريبات أساسية. التدريبات الأساسية هذه متعلقة أكثر في الجانب المهاري. متعلقة أكثر في الجانب المهاري. وطبعاً استخدام الألعاب الجانبية الصغيرة أو ما يسمى بسمول سايد جيمز، سمول سايدد جيمز، استخدامها كمنهجية تدريب مع الأطفال في أعمار 9 إلى 12 سنة كثير مهم. أهم وجود الكرة دائما في التمرين برضو أشياء مهمة جدا لا نغفلها كمدربين. إذن في المرحلة الثانية في تدريبات أساسية فيما يتعلق بالتدريب المهاري، ورح يكون أكيد معاها الجانب البدني لكن بدون التركيز عليها، راح تكون من خلال الألعاب، راح تكون من خلال الفن جيمز أو الألعاب الممتعة الجانب البدني هي متضمن فيها لكن مش بالتركيز عليها بشكل فعلي. لكن في المرحلة هاي معروف أنه الكوردينيشن أو التوافق العضلي العصبي، تدريبات التوافق العضلي العصبي كثير مهم. كمان بنفس الوقت نقدر نعملها بوجود الكرة، بواسطة الكرة ومن خلال ألعاب ممتعة، من خلال ألعاب مسلية. فهنا بالمرحلة هاي 9-12 في عنا تدريب لكن على الأساسيات. والتدريب على الأساسيات رح نمر نحن بالتدريب المهاري أو رح نمر على الجزئية هاي في وقت لاحق، لكن على أهميتها، على أهميتها المهاري أولاً، المهاري أولاً متضمنة التدريب البدني وخصوصاً الكوردينيشن أو التوافق العضلي العصبي. هلا بعد 12 سنة في عنا مدارس مختلفة في التدريب. من 12 سنة في عنا بعض المدارس بتدخل اللاعبين في مباريات، في مسابقات، وفي بعض المدارس بيقولوا لا لسه بكير نخليها لل 14 سنة. لكن المدرستين لهم وجهات نظرهم. فبعد السن 12 من سن 13 بيبدأوا اللاعبين يتنافسوا ضمن مباريات مصغرة على 4-4، 5-5، 7-7، ممكن 9-9 بملاعب برضو مصغرة. يعني المساحات مصغرة وألعاب جانبية مصغرة، ما يصل لل 11-11، ما تصلش لمرحلة المباراة الكاملة. بالنسبة لل 13-15 نعم الأولاد صاروا عندهم خبرات تراكمية من خلال المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من 9-12. هنا بيستطيعوا في بعض المدارس فعليا عملوا دوريات 11-11 بال 13 سنة، وفي بعض الدوريات يعني الاتحاد الآسيوي عمل تجربة كان من سنوات مرت انه خفضوا سن التنافس في المباريات كرة القدم، عملوها بدل تحت 14 صارت تحت 13. لكن بعدين رجعنا تراجعنا نحن ورجعنا المرحلة التنافسية او لعب مباريات التنافسية الى 14 سنة. لكن بعد ال 14 طبعا بعد ال 14 التدريب بياخذ صفه جديه اكثر، ولازم يكون اللاعبين متعلمين على المهارات الاساسيه بشكل جيد ومتعلمين على القدره الحركيه في الجري، في التوافق اليدين مع القدمين، في الدوران، في تبطيء الحركه، في تسريع الحركه، ما يسمى ديكسلريشن او اكسلريشن. هذه الأشياء بيكونوا صاروا فاهمينها أكثر وعارفينها أكثر. وهنا اللاعبين ببلشوا فعلياً يبنوا علاقات مع الآخرين
علاقات مع الآخرين اللاعبين والمدربين في الوقت هذا. طبعا بالمرحلة هذه والمرحلة الأولى دور الأهالي دور مهم جدا جدا، يفترض أنه الأهالي لهم مساهمات مخططة إلها ولهم مشاركات مخططة إلها حتى يكونوا متدخلين في الموضوع أو حتى يكونوا جزء ومشاركين فيما يتعلق بالتدريب وبناء العلاقات. زي ما حكينا طبعا الأهالي لهم دور كبير في المرحلة هذه، مرحلة نسميها البراعم. بالنسبة للفيفا طبعا فلسفة الفيفا في البراعم أو الواعدين في الجراس روت من 6 إلى 12 سنة، بينما فلسفة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الآسيوي الجراس روت عمر مفتوح، أي حدا بيلعب كرة قدم، أي حدا بيلعب كرة قدم بدون توقيع عقد رسمي مش محترف فيعتبر براعم أو يعتبر في الجراس روت. يعني بما معناه كرة القدم الهواة كلها بالنسبة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الآسيوي كلها يعتبر جراس روت، بينما اللاعبين المحترفين والإليت فوتبول اللي هم المنتخبات الوطنية للفئات العمرية والمنتخبات والأندية ودوريات الأندية كلياتها بيكون بجانب الاحترافي أو كرة القدم في مجال الاحتراف. طبعا بالسن 16 ل 18 صاروا اللاعبين عندهم خبرات أكثر، عندهم خبرات أكثر في التدريب، عندهم بالمهارات الأساسية للعبة صاروا ماهرين وجيدين، بالنسبة للحالة البدنية عندهم صاروا أحسن، بيقدروا ينفذوا بعض التدريبات البدنية في ما يتعلق بالعناصر البدنية البسيطة أو العناصر البدنية الأساسية، وهم ثلاثة ورح نجي عليهم واحد واحد. طبعا بال 16 ل 18 اللاعبين بيلعبوا مباريات على مستوى فوز وخسارة، بيصيروا يلعبوا مباريات رسمية، بطولات دوري، بطولات قارية. طبعا الأمور صارت أكثر احترافية في التدريب، ويفترض أنه اللاعبين عندهم من الناحية النفسية والذهنية حب الفوز، وعندهم المشاركة في البطولات بشكل جدية. 16 ل 18 لاعبين كاملين بيخضعوا لتدريبات كاملة على المستوى التكتيكي، على المستوى الذهني، على المستوى البدني، على المستوى الخططي. لكن بس المستوى البدني اللي هو ما زال في حذر، يعني قبل 16 سنة نحن ما في تدريبات بدنية متخصصة فيما يتعلق بالعناصر البدنية المركبة. قبل ال 15 سنة، قبل ال 16 سنة المفروض اللاعبين ما يدخلوا جيم، ما يدخلوا ألعاب الصالات هذه اللي فيها أوزان إضافية وفيها استخدام أجهزة، لكن دخولهم على الأجهزة وعلى الموضوع البدني في القاعات الجيم مفروض أنه يكون فقط للتعرف على الأدوات، للتعرف على الأجهزة اللي تستخدم في تطوير الجانب البدني التخصصي. طبعا اليوم الجانب البدني جانب فيه تخصصية، وأنا إنسان بؤمن بالتخصصية، فما بدنا ندخل في العمق في موضوع الجانب البدني في كرة القدم، لكن مجرد تنبيهات، مجرد إشارات بسيطة على الجانب البدني. طبعا في المرحلة هذه مثل ما قلنا علاقات اللاعبين بعض، علاقات اللاعبين بيبلش برضو مع الحكام، مع الجمهور، مع الإعلام، فهذه كلياتها بتتطور في هذه المرحلة. بالنسبة للمرحلة الرابعة 19 لل 21، طبعا 19 21 خلاص هذا صار لاعب رسمي، صار لاعب في عمر تنافسي، اللعب للفوز بالمرحلة هذه فيها بطولات، فيها كأس عالم، فيها
تحت 23 سنة فيها بطولات أولمبية. فبالمرحلة هذه اللاعبين بيخضعوا لكافة أنواع التدريبات على كل المستويات وفي كل مجالات التدريب يعني. وفي أشياء خصوصيات في التدريبات البدنية الفردية مفروض أنه يتدرب عليها. وبتعرفوا كباتن أنه في فروق فردية دائما بين لاعبين كرة القدم، فالفروقات الفردية هذه لازم تتغطى في تدريبات فردية. ونحن للأسف في منطقتنا بشكل عام نفتقد للتدريبات الفردية، ربما لظروف المدربين، ربما لظروف الوقت وظروف الملاعب، تعرف البنية التحتية كلها بيلعب دور. لكن نحن فعليا ما عنا اهتمام كتير بالتدريب الفردي. طبعا هون بمجال البالغين او في مجال اللي تكلمنا فيه، وشايفين انتو هون في عنا ارقام بالاصفر 6 و7، هذه المرحلة السادسة وهذه المرحلة السابعة. في جزء مختلط بين المرحلة السادسة والمرحلة السابعة، واللي هو بالمرحلة السادسة بنتمرن لنفوز. يعني نحن دخلنا مسابقات الآن، دخلنا دوريات، دخلنا بطولات رسمية وبطولات عالمية وبطولات قارية، وبالتالي هون التمرين تمرين أو التدريب تدريب احترافي أكثر، والتدريب للفوز. طبعا كرة القدم للحياة، هذه كرة القدم مهمة جدا يعني في الحياة اليومية للاعبين الرياضيين الجمهور. يعني كرة القدم لعبة مؤثرة جدا في العالم. بعد من 19 سنة و 21 سنة بيكون في المهارات الأساسية للعبة ومتطلبات اللعبة مصقولة أكثر ووصلوا لمستويات عالية. هنا كمان عندنا التدريب للمنافسة، تدريب للمنافسة، ونعمل ونعتمد في منهجية التدريب على small sided games اللي هي الألعاب الجانبية الصغيرة، وبنصل بتدريباتنا لل 11 ضد 11. وبالنسبة لي شخصيا التدريب 11 ضد 11 كمباريات كاملة مو كتير بفضلها بالتدريبات، أما بالمباريات الودية بالمباريات الرسمية أكيد راح تلعب 11 ضد 11. لكن في التدريبات بشكل عام، في التدريبات بشكل عام أنا بفضل أنه ندرب small side game في أعداد أقل، في أعداد أقل، 4 ضد 4، 5 ضد 5، 6 ضد 6، ضمن topics، ضمن واجبات أو ضمن مواضيع محددة. ممكن مواضيع دفاعية، ممكن مواضيع هجومية، ممكن التسجيل من الكرات العرضية، ممكن الدفاع ضد الكرات العرضية، وهكذا. الدفاع في وسط الملعب، الدفاع المتقدم، الدفاع في الوسط في الثلث الدفاعي، هذه الأشياء كلياتها ممكن نحن نعملها، ممكن نعملها small sided games بأعداد من اللاعبين أقل، لكن الفائدة منها أكثر، والتكرارات راح تكون أكثر، والنوعية راح تكون أكثر في العمل. طبعاً لما تكون عم تلعب small sided game لازم كل اللاعبين يشتركوا في التدريب، كل واحد في واجبه، كل واحد في المركز اللي عم بيلعب فيه. هذه أشياء برضو مهمة مش لازم نغفلها. لكن كمان مرة small sided games كتير مهم، كتير مهم، كتير مهم، لنعتمدها كمنهجية تدريبية. وهذه طبعا على الموضوع الأطفال من البداية، من المرحلة الأولى اللي هي نشاطات البداية، نشاطات البداية 4 لـ 6 سنوات، من 4 لـ 6 سنوات. طبعا في منطقتنا كان عندنا تجربة نحن مع البراعم، كنا نبدأ من 10 سنوات، حاولنا نبدأ من 8 من 9 سنوات، لكن ظروف الأولاد وحضورهم للملعب ورجوعهم للبيت ومدارسهم
يعني واجهنا كثير مشاكل ما قدرنا نتغلب عليها، فرجعنا كبرنا سن البداية لعشر سنوات، هذا طبعا الكلام قبل عشر سنين. فالبداية من أربع سنوات لست سنوات كثير مهم، برضو النشاطات اللي بتكون موجودة نشاطات تسلية ولعب وتعليم بعض الأشياء البسيطة، التحركات والعلاقات بين الأولاد والأطفال، لكن فعليا صعب أنك تبدأ من أربع سنوات في منطقتنا. رجعنا كمان مرة ثانية للسبعة لثمان سنوات مثل ما أنت لكم، تدريبات تأسيسية، تدريبات أساسية، بعدين من التسعة لاثناش حكينا عنها أنه رح نتدرب حتى نتعلم المهارات الأساسية. وبتتذكروا كان دائما كنا نتكلم عن شيء اسمه العمر الذهبي للتدريب، كنا نتكلم عن هذا الموضوع دائما. فمن 12 لل 14 يفترض أنه اللاعبين صاروا ماهرين فيما يتعلق بالجوانب المهارية وفيما يتعلق في تدريبات الكوردينيشن، تدريبات التوافق العضلي العصبي. وللأمانة تدريبات التوافق العضلي العصبي كويس ومهم جدا، بس على أهميتها يفترض أنه تكون تدريب عليها مقنن ومنظم بشكل جيد جدا، لأنه تدريباتها في نوع من الخطورة. فأنا بتهيأ لي لازم نكون حذرين لما ندرب على الكوردينيشن أو على التوافق العضلي العصبي. الآن رح نروح على تريننج إيريا أو مجالات التدريب أو عناصر التدريب، نحن شو متدرب فعليا. تريننج إيريا عندنا الجانب المهاري، عندنا الجانب التكتيكي، عندنا الجانب البدني، وعندنا الجانب الرابع واللي هو النفسي والذهني. طبعا في الخططي وفي التكتيكي وفي أشياء كثيرة ممكن نتكلم عنها، بس هذه هي الأشياء الرئيسية اللي ناخدها كمجالات للتدريب: المهاري والتكتيكي والبدني والنفسي. بحاول عليه حتى يطلع كيف ما هذا. بالنسبة للجانب المهاري، قبل 2014 كأس العالم في البرازيل كنا نعطي للأولوية للتمرير، كنا نعطي أولوية للتمرير، لكن بعد بكأس العالم 2014 في البرازيل ظهر عندنا لاعبين مؤثرين جدا فيما يتعلق بالجري بالكرة، دريبلينج، فيما يتعلق في الجري بالكرة كانوا مؤثرين جدا. فبعد 2014 صرنا كمحاضرين نركز أكثر في البداية مش على التمرير، مش على التمرير، لكن كنا صرنا نركز أكثر على التعامل مع الكرة، على التعامل مع الكرة بالنسبة للأطفال، إنه يعملوا جري فيها، يوجهوها. طبعا بتمارينات درجة الصعوبة فيها تكون في البداية قليلة، بعدين درجة الصعوبة ممكن تكبر وتكبر حتى يصير المرور بين الأقماع. فالدريبلينج أو الجري بالكرة هذه في عنا احنا نقطتين في شوية خلط بيناتهم عم بصير، اللي هو دريبلينج ورانينج وذ ذا بول. هدول الشغلتين، هدول المفهومين أو المصطلحين في بعض اللبس عم بيصير. دريبلينج هو الجري بالكرة والكرة تحت القدم، يعني قريبة من القدم دائما وعدد لمسات كثيرة. بينما الرانينج وذ بول هو الجري بالكرة واستغلال مساحات مفتوحة أمامك بأقل عدد من اللمسات. فهذه شوية عاملة لبس بالمفهوم هذا أو بالمصطلحين هذولا، دريبلينج ورانينج وذ بول. الدريبلينج هو الجري بالكرة والكرة قريبة منك دائما من تحت السيطرة، وتعمل تستغل المساحة بالجري بالكرة لكن بأكثر عدد ممكن من اللمسات. بينما الرانينج وذ بول أو الجري مع الكرة أقل عدد من اللمسات وقطع مسافة أكبر.
طبعا بعدين عندنا الكنترولينج او السيطره على الكره. السيطره على الكره واحده من العناصر المهاريه المهمه، مهمه جدا جدا، لانه التعامل مع الكره يفترض انه يكون باقصى درجات التناغم بين اللاعب بين الكره، وكل ما كان اللاعب مهاريا افضل، كل ما كان كوردينيشن، كل ما كان التوافق العضلي العصبي عنده افضل، كل ما كان السيطرة على الكرة أحسن. وعندنا طبعاً التمرير والاستقبال مع بعض، عندنا التمرير الباسينج وريسيفينج، التمرير والاستقبال نقطتين مع بعض نتكلم عنهم من خلال الكنترولينج، من خلال السيطرة على الكرة. أيوة، فنتكلم عن التمرير وعن الاستقبال، الاستقبال اللي فيها الكنترولينج طبعا، وعند التمرير لازم يكون عندك استقبال جيد وتحضير الكرة وتمرير الكرة طبعا. وكل ما كانت التمارين من هذا النوع الكنترولينج او الرينج وذ ذا بول او الدريبلينج، كل ما كانت من خلال سمول سايد جيمز كل ما كان احسن، كل ما كانت من خلال الألعاب الجانبية الصغيرة كل ما كان احسن. عندنا شوتينج طبعا، عندنا التصويب على المرمى. التصويب على المرمى كل اللاعبين بيكونوا عندهم رغبة بالتصويب على المرمى، وبيكونوا مستمتعين، بيكونوا مستمتعين عندما المدرب بيعملهم تدريبات على الشوتينج. لكن لما تعمل تدريب مركب اي موضوع بيرافقه شوتينج، الشوتينج غلاب، يعني الشوتينج بيحيد لك اي مهاره تانية معها، فبصير الاهتمام بالشوتينج اكثر من المهاره او اكثر من العنصر او من التوبيك تبع الوحده التدريبيه. فلما تعمل تمرين شوتينج خليه تمرين شوتينج بحت، من زوايا مختلفه، من مسافات مختلفه، من حركات مختلفه، من كرات راجعه للخلف، من كرات جانبية، من كرات خلفية، من كرات بالعمق، من الحركة. فكل ما كانت التمارين التصويب على المرمى أو التسديد على المرمى كل ما كانت من خلال ألعاب جانبية كل ما كان أحسن، وكل ما كانت من مشابهة للمباريات بالحالات اللي عم تصير في المباريات بيكون أحسن. هيدينج بالنسبة إلي أقل من 12 سنة ما في هيدينج، يعني التدريبات الهيدينج في توصية من الاتحاد البريطاني أعتقد أنه صدر من فترة بسيطة يحذروا فيها تدريبات ضرب الكرة باللأس عند الأطفال. ونحن في الأصل، يعني في الأصل من 96 أنا كنت في ألمانيا بال 96 وعملنا دورة لايبزيغ، من وقتها عندنا فكرة أنه تدريبات تصويب بالرأس أو التسديد بالرأس بيترك أثر غير إيجابي في الدماغ، ممكن يتعرضوا الأولاد لمشاكل. فقبل 12 سنة أنا ما بستخدم أبداً ولا أنصح بأنه نستخدم ضربات الرأس. لكن بعد 12 سنة حسب حجم الكرة أو نجيب كرات خاصة خفيفة لتطوير مهارة التعامل بالرأس مع الكرة، تنطيط بالكرة أو توجيه الكرة بالرأس، طبعاً بدها خطوات تعليمية كثيرة، بدها تجزيء المهارة نفسها، مهارة ضرب الكرة بالرأس لازم تتجزأ، ولازم دائما نعلم اللاعبين ثمهم مغلق عيونهم مفتحة، والضرب دائما بمنطقة الجبين. لكن للأمانة قبل 12 سنة أنا بعتقد أنه ما في داعي ندرب اللاعبين على ضربات الرأس. الجانب التكتيكي عندنا
أنواع طبعاً. في التعريف كباتن، نحن في الدورات التدريبية دائماً منعرف التكتيك بأنه هو سلوك أو تصرف. هذا السلوك والتصرف ممكن يكون هجومي، ممكن يكون دفاعي، ممكن يكون فردي، ممكن يكون جماعي. بالإضافة إلى الضربات الثابتة كجزء من التكتيك الفريق، على أن لا يتناقض مع قانون اللعبة. إذن تعريف بسيط جدا للتكتيك، لأنه في تعريفات مختلفة عن التكتيك، لكن التعريف البسيط، تعريف ألماني، هو سلوك أو تصرف هجومي أو دفاعي، فردي أو جماعي، بالإضافة للكرات الثابتة، على أن لا يتعارض مع قانون اللعبة. فكباتن، رجعنا للتدريب الفردي أو للتكتيك الفردي، وعندنا جروب وورك، عندنا الانديفيدوال، عندنا جروب وورك، وعندنا تيم وورك، وعندنا الضربات الثابتة. هدول الأربع عناصر فيما يتعلق بالتكتيك. طبعا في كل واحدة منهم ممكن يكون اللاعب يتدرب فرديا ويعمل تصرف فردي دفاعي، مثلا يضغط على اللاعب المستحوذ، أو يعمل تغطية، أو يعمل بالانس، وهكذا. التيم وورك ممكن اللاعبين الوسط نعملهم جروب وورك تكتيكي في الجانب الدفاعي أو في الجانب الهجومي، وممكن الفريق كامل نعمل له تدريب تكتيكي برضه في الجانب الدفاعي أو الجانب الهجومي. وعندنا الكرات الثابتة في الهجوم وفي الدفاع. طبعا هذه النقاط اللي موجودة الآن، الفردي والجروب والتيم والكرات الثابتة، اجت بالتعريف كلياتها، اللي هو التكتيك هو سلوك أو تصرف، ممكن يكون هجومي، ممكن يكون دفاعي، ممكن يكون فردي، ممكن يكون جماعي، بالإضافة للكرات الثابتة، على أن لا يتناقض هذا الجانب التكتيكي في التدريب. في عنا المجال البدني أو الجانب البدني من التدريب. طبعا أنتم شايفين المثلث الأزرق، وفي عنا ثلاث عناصر، اللي هي العناصر الأساسية أو العناصر البدنية البسيطة، أو عناصر اللياقة البدنية البسيطة، أو عناصر اللياقة البدنية الأساسية، اللي هي بتبدأ من فوق بالتحمل، وعنا على اليمين هون القوة، وعنا على اليسار السرعة. وإذا جمعنا التحمل مع القوة بصير عنا تحمل القوة، وإذا جمعنا السرعة مع التحمل بصير عندنا تحمل سرعة، وإذا جمعنا السرعة مع القوة بيعطينا الباور أو القدرة، واللي بسموها القوة المميزة بالسرعة أو القوة الانفجارية. وطبعا في فرق بين القوة الانفجارية والقوة المميزة بالسرعة. طبعا بالنسبه للجانب النفسي، عندنا في الجانب النفسي الشخصيه personality، نوعيه الشخصيه مهم جدا. وبالنسبه للجانب النفسي والحافز والقياده والضغط الى اخره، النقاط هذه ضروري نعرف ليش الطفل يجي يلعب، يعني ليش جاي يلعب، ايش الهدف من جايته للعب. طبعا عندنا التطوير الذهني مهم في المرحلة هذه،
كواحدة من سلوكيات تطوير سلوكيات اللاعب الاحترافية أو بناء سلوكيات اللاعب الاحترافية من الانضباط، من الالتزام، من روح الفريق، وهذه الأشياء الموجودة عندنا هنا، السلوك الاجتماعي، عندنا تحمل المسؤولية، وعندنا روح الفريق، وعندنا برضو الأشياء الثانية مثل اللعب النظيف وهكذا، الإخلاص في العمل، الأمانة في العمل، القدرة، الرغبة، وهذه أشياء. فالجانب النفسي موجود من خلال النقاط هاي، ومن خلال الطفل أو اللاعب في الأعمار المبكرة إيش السبب اللي بيخليه يجي، إيش الهدف من جيته وانضمامه للفريق. أوكي، في عنا هاي النجمة الذهبية، هذه نقطة مهمة بصراحة، برضو بالدورات التدريبية منعرضها مننوه عليها زي ما انتم شايفين، النجمة الذهبية للنجاح. طبعا في عنا خمس عناصر زي ما انتم شايفين، من فوق عنا أول شيء المقدرة، المقدرة عنا المعرفة، وعندنا الرغبة، وخاصة كباتن أنتم المدربين أو نحن المدربين كتير مهم، كتير مهم العناصر هاي تكون متوفرة بالمدرب. المقدرة أنه المدرب يكون عنده القدرة على عمل ما يقوم به، يعني هذه نقطة مهمة جدا. والنقطة المهمة الثانية على اليمين اللي هي المعرفة، كتير مهم، إذا المدرب ما عنده معرفة كافية صعب يقوم في عمله وينجح. عندنا النقطة الثالثة على اليسار النجمة واللي هي الرغبة، الرغبة في العمل. نحن حسب ما منشوف يعني في كلياتنا، كلياتنا منضجر من عملنا إيش ما كان يكون، المهندس مش عاجبه الهندسة، والطبيب مش عاجبه الطب، والخياط مش عاجبه الخياطة، والحلاق مش عاجبه، والسائق السيارة مش عاجبه، والمدربين مش عاجبهم عملهم. وبالتالي إذا ما في رغبة في العمل بصير الأداء المدرب كمان في نوع من الصعوبة. وهدول الثلاث نقاط اللي فوق، ثلاث مصطلحات اللي فوق بيستندوا على نقطتين في منتهى، في القاعدة في منتهى الأهمية، الأمانة في العمل والإخلاص في العمل. كباتن لما نروح على التدريب، لما نروح على التدريب يفترض أنه نعمل عملنا بأمانة وإخلاص، لأنه مهمة المدربين وخصوصا في البدايات، لما نتكلم عن 6 سنوات، 8 سنوات، 9 سنوات، 12 سنة، لما نتكلم في الأعمار هذه، تأسيس اللاعبين مهاريا سلوكيا. يعني نحن في المراحل المبكرة، في المراحل المبكرة للتدريب من 4 إلى 6، ومن 6 إلى 8، في عنا جانبين مهمين في التدريب. الجانب التربوي أولا، الجانب التربوي أولا، عشان هيك مهمة وواجب المدرب في الفئات العمرية الصغيرة في غاية الخطورة والأهمية. خطر لأنه عم تتحمل مسؤولية بناء شخصية هؤلاء الأولاد وسلوكياتهم والتزامهم وانضباطهم، هذا مهم. والجانب التربوي، الجانب التربوي في التدريب في المراحل هذه أوسع من حيث الزمن وأكثر وأكبر، من خلال التكلم مع الأولاد، تكون القدوة الحسنة لهم، ودائما ننمي ونحسن من سلوكياتهم الاجتماعية فيما يتعلق بالدراسة، فيما يتعلق في النظافة والإجراءات الصحية. وهلأ بعد كورونا هذه الأشياء راح تتراكم أكثر وتصير أكبر. هذا الجانب التربوي في التدريب. عندنا الجانب الفني،
الجانب الفني في التدريب، وهو ما يتعلق بأساسيات كرة القدم المهارية والتكتيكية والبدنية إلى آخره. لكن هذا الجانب بيكون في الأعمار الصغيرة أقل مساحة زمنية من الجانب التربوي. الجانب التربوي بيكون غلاب على الجانب الفني، لكن كل ما كبر، كل ما انتقل اللاعب من مرحلة لمرحلة أعلى من مرحلة لمرحلة أعلى، بخف أو بقل الجانب التربوي لحساب الجانب الفني. ولما يصير اللاعب بالفريق الأول خلاص الجانب التربوي بصير قليل جدا في التدريب على حساب الجانب الفني يلي بيكون أوسع بكتير من الجانب التربوي. كابتن، هذه آخر سلايد بالنسبة إلي. قبل ما أشكركم بحب أنوه لهذه الصورة. هذه طبعا صورة سنابل، منتقلها مايلة لتحت باتجاه الأرض، وهذا بينطبق على بيت الشعر اللي بيقول: ملء السنابل تنحني تواضعا والفارغات رؤوسهن شوامخ. نحن كمدربين صراحة بحاجة جدا أن نكون متواضعين، وكل ما كبرنا وكل ما كنا منتشرين أكثر وكل ما صارت سمعتنا أعلى لازم نتواضع أكثر. وللأسف نحن في معظمنا منولد كبار ومنشيخ بسرعة، ما منولد صغار ومنكبر مع الزمن. وكل ما زادت خبراتنا منكبر أكثر، وكل ما زادت معارفنا منكبر أكثر، وكل ما زادت أساليب والقدرة على التعامل مع الآخرين زادت أكثر. فأرجوكم كباتن كونوا متواضعين في عملكم، وهذا شيء مهم. والله يعطيكم العافية، شكرا جزيلا لكم. ومنقدر نفتح الأسئلة. كابتن محمود إلك الكلام. يعطيك العافية كابتن، يعطيكم العافية جميعا. بس كابتن لو سمحت إنه نشيل السلايد على أساس الشاشة تصير كلها المدربين. أنا أشيلها يعني؟ أساس إنه ننتقل الشاشة كلها تتحول على المدربين على أساس نعرف يعني نأخذ كلام الجميع. طيب الكباتن اللي حابب يعطي أي مداخلة نتمنى. في سؤال لو سمحت أستاذنا العزيز. ثواني بس خليك. تفضل كابتن. معك ظافر منصور، السلام عليكم جميعا. يعطيكم العافية ورمضان كريم علينا وعليكم، ويعطيك العافية كابتن دكتور نهاد سوقار. في عندي بس استفسار على أوقات الوحدة التدريبية للفئات اللي ذكرتها، يا ريت لو نعرف الأوقات النموذجية للتدريب. والسؤال الثاني الإحماء الكلاسيكي والإحماء اللي هسه اللي جديد اللي قاعد نشوف الأطفال في أعمار معينة ما بيعطون إحماء، فيا ريت توضح لنا متى نبدأ بالإحماء الكلاسيكي الإحماء النموذجي. شكرا لك كابتن ظافر. أنا كابتن محمود، أنا بقدر أدخل على طول وأجاوب مو؟ طبعا. كابتن ظافر مساء الخير، ما عرفنا من وين حضرتك. ظافر منصور، معك ظافر منصور ماجستير تربية رياضية جامعة بغداد، أنا معلم وزارة التربية والتعليم الأردنية. في الأردنية؟ أي نعم. ما شاء الله عليك. وأنا إلي الشرف أني حضرت لك دورة مع الكباتن رافت علي وخالد سعد أيوه. بالتوفيق إن شاء الله كابتن. شوف كابتن، أولا بالنسبة لزمن الوحدة التدريبية، أعتقد تسأل عن زمن الوحدة التدريبية. زمن الوحدة التدريبية ممكن يكون 30 دقيقة للأطفال الصغار، يعني اللي هم 4 إلى 6 سنوات، وهدول مش تدريب زي ما اتفقنا، ممكن يكون بحدود 30 دقيقة. لكن لما ترتفع شوية من 6 إلى 8 ممكن يكون لحد يعني لما 6 سنوات ممكن يحد 45 دقيقة 60 دقيقة، بنكبر شوية بنعملها 70 دقيقة.
بعدين 80 دقيقة، بعدين 90 دقيقة، بعدين على الفريق الأول مش أقل من 90 دقيقة ومش أكثر من 120 دقيقة. يعني عادة تدريبات الفريق الأول بتكون بحدود الساعتين. فهذه يعني ما في وقت محدد في الثواني وفي الدقائق فيما يتعلق بزمن الوحدة التدريبية بالضبط. لكن نحن بنقترح انه الاطفال الصغار يلعبوا 30 دقيقة، يمكن يصيروا يبكوا بعدين، يمكن يعني ما بتقدر تسيطر عليهم كثير. فتبدأ من 30 45 60 70 دقيقة حسب الظروف وحسب مستوى الفريق، حسب الخبرة التراكمية للاعبين. يعني إذا كانوا اللاعبين بادين، العمر التدريبي بيسموه، العمر التدريبي للاعب، إذا بادي اللاعب صغير بينضج أسرع وبينضج في أعمار مبكرة. يعني عم نتكلم نحن كابتن ظافر 10,000 ساعة تدريبية أو 10 سنوات تدريب للوصول إلى عمر الإنجاز، لتصير لاعب في منتخب أو لتصير لاعب في فريق أول. يفترض أنك تتدرب 10,000 ساعة تدريبية أو ما يعادل 10 سنوات تدريب. بالنسبة للسؤال الثاني اللي هو الإحماء والكلاسيكي والإحماء غير التقليدي، في شيء بسموه الشامل، شامل مجزأ شامل، راح عن بالي التسمية بصراحة، شامل مجزأ شامل، وهو جلوبال الجاج الجاج. نعم الجاج جي اي جي بمعنى جلوبال اناليتيك جلوبال او شامل مجزأ شامل. هلا هذا النظام نحن بصراحة في التدريب، هذه منهجية التدريب، هذه المنهجية في التدريب من اكثر من 15 سنة ونحن نحاول نشتغل عليها. لكن المدرسة التقليدية كانت دائما غلابة. خلال الأربع خمس سنوات الماضية ركزنا عليها كثير في الدورات التدريبية، وركزنا عليها في البراعم، في تجربتنا في الأردن ركزوا عليها كثير في البراعم. وبالتالي عم نحاول أنه ننصح الناس أنه يدربوا على منهجية الجاج اللي هو جلوبال أناليتيك جلوبال. أستاذ ولو مقاطعة، أنا دربت 6 سنوات بالنرويج يعني. فاللي لاحظته هناك يعني أنه التدريب الإحماء الكلاسيكي ما بفضلوه وما برغبوه وما عندهمش الثقافة أنه يتدربوا يعني إحماء عام إحماء خاص إحماء يعني بالكرة، يعني جزء يعني ما في عندهم الإحماء اللي إحنا متعودين عليه بدولة آسيا، يعني قارة آسيا. فبالذاك انا هذا الموضوع اثارني، يعني ان شاء الله انا بدي يعني بدي اعمل بحث دكتوراه، ان شاء الله بدي اقدم على الدكتوراه، بدي احمل على البحث الفرق بين الاحماء الكلاسيكي والاحماء اللي بتبعوه بالغرب. يعني ما في عندهم احماء يعني بمعنى بمفهوم اللي احنا الاحماء الكامل. كويس كابتن ظافر، كويس، بس حتى ما ناخذ وقت طويل وشوي يكون اجابتنا مختصره، نحن معك. انا بنصح دائما المدربين انه يدربوا على نظام الجاج اللي هو جلوبال اناليتيك جلوبال، والمدرسه القديمه الكلاسيكيه في الاحماء ما بفضلها بصراحه، برضو في لها مدارسها وفي لها ناس انصار لها، لكن انا بفضل الجاج اكثر. واشكرك على مداخلتك كابتن ظافر. شكرا. طيب الاخوان اللي حابين يسالوا بس يفضل تكتب في الشات ان انت حابب تسال على اساس انه يكون الاسئله بشكل منظم. في عبد الله عثمان عندي سؤال يا كابتن محمود شوي، بس في عندنا عبد الله عثمان هو اللي يعني استاذ محمود محمود اعطيني اشعار بس ادي المايك اعطيني مساء الخير كابتن نهاد. مساء الخير اخي عبد الله. عبد الله عثمان معك من فلسطين، تعرفنا عليك في دورة المحاضر الآسيوي اللي اعطيتها عنا قبل حوالي شهر. نعم نعم نعم، وجهك بعده زي ما هو. كابتن بدي أسأل سؤال، أنت فضلت السمول سايد جيم على الـ 11-11. نعم. شو السبب أو شو الأسباب إن فضلت السمول سايد جيم على الـ 11-11؟ يعني ممكن إن عدد لمسات أكثر، حالات لعب أكثر، ولا في أسباب ثانية؟ 100% كابتن عثمان، السمول سايد جيمز بيعطيك فعالية في التدريب أكثر.
فعالية يعني بغض النظر عن الملامسة أكثر وحالات لعب أكثر، لكن فعالية للتدريب. هلا نحن في عنا نوعين من التدريبات، نوع فعاليته عالية والنوع الثاني فعاليته قليلة. هلا التدريبين زي بعض، التدريبين جيدين لكن الفعالية في التدريب مختلف. فكل ما كان اتجهنا باتجاه small sided games بيكون فعالية التدريب أحسن، وكل ما كان فعالية التدريب أكثر كل ما التطور أكثر. يعني في أي موضوع بتحب تدرب فيه، إن كان كونترا أتاك وإن كان الديفندينج وإن كان أتاكينج، أي موضوع بيخطر على بالك ممكن تعمل له small sided games، وممكن تلعب 5-5 في شروط المباراة 100% ضمن المساحة والمنطقة اللي أنت تحتاج إلها، وبالتالي فعالية التدريب بتصير أعلى بكثير، وفعالية التدريب بتأثر مباشرة في تطور اللاعبين على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي. شكرا كابتن. كابتن ممكن أعمل مداخلة لو سمحت؟ يا أخوان خلونا بس المداخلة تكون بعد ما تكتب اسمك على الشات على أساس إنه ندخل. أستاذ محمود، أستاذ محمود تفضل. من رفضتك هو في الأسامي المكتوب أكو رينز هاد، يعني يرفع إيده، اللي يرفع إيده يعني عنده سؤال مو يكتب بالشات بالضبط. أيوة صح ولا لا؟ اللي يرفع كابتن محمود اللي يرفع إيده يعني عنده سؤال، يعني تمشي ويطلع الترتيب عندك يعني حسب الوقت اللي هو رفع إيده. تمام نعم كابتن. كلمة جديدة ما كنتش أعرفها بصراحة، تفضل مش مشكلة. كابتن أحمد مرحبا. مرحبا كابتن. مساء الخير كابتن نهاد، كيف حالك؟ هلا هلا دكتور، هلا. مساء الخير، يعطيك ألف عافية. يعني محاضرة رائعة بامتياز، أشكر جهودك كابتن في بصراحة المعرفة والمعلومات اللي بتقدمها لها تطوير المدربين. أشكر الكابتن أحمد الحسن على تنظيم هاي الورشة، وأشكر زملائي وإخواني المدربين المشاركين في هاي الورشة. بصراحة يعني معلومات قيمة كثير، الكل بيستفيد منها، أتمنى الفائدة للجميع. كابتن في عندي مداخلة بسيطة اللي هي بخصوص الجانب التربوي والجانب المهاري أو التعليمي للواعدين أو البراعم. نعم. شو هو دور أو تأثير المدرب في الجانب التربوي وتأثيره على اللاعبين؟ هل هناك أثر للجانب السلوكي والتربوي اللي بيمارسه المدرب مع اللاعبين؟ وشكرا. دكتور حمودة، دكتور محمد خلف الديابات من الأردن، بروفيسور في جامعة اليرموك التربية الرياضية. أنا من البداية قلت أنا أؤمن في التخصصي، والدكتور متخصص لياقة بدنية، ومبارح استضافنا معاه في وركشوب لللياقة البدنية. أشكرك دكتور. أما بالنسبة للتأثير التربوي يلي بيتركه المدرب على اللاعب، أكثر يعني أنا لا أبالغ أكثر من تأثير الوالد على اللاعب. يعني أحيانا اللاعبين الصغار بس يرجعوا على البيت بيقعد على الأكل مع أهله بيقول لهم أبوي اليوم الكابتن حاطت واس، اليوم الكابتن حاطت جيل، اليوم الكابتن لابس أخضر، اليوم الكابتن لابس أحمر، الكابتن اليوم حكى لنا هيك، الكابتن عملنا هيك، الكابتن. فبيضجروا الآباء من عمق تأثير المدرب على أطفالهم. عشان هيك أنا سميتها دورك مهم وخطر، دورك في تدريب المراحل العمرية المبكرة خطورة كبيرة جدا، وبنفس الوقت مهم جدا، لأنه أنت بتربي أولا وبتدرب ثانيا. كل التصرفات اللي بتعملها كمدرب في الملعب ابتداء من حضورك للتمرين قبل بوقت، ومن ثم تنظيمك للوحدة التدريبية من حيث الأدوات والمساحات والشباحات والكرات والأدوات اللي تستخدمها، كلها هذه بينظروا لها الأولاد نظرة تفاؤلية، نظرة اقتباس وقدوة. وإن شاء الله يكون الجواب كافي.
طيب. كابتن عفوا كابتن نهاد طبعا. اسمح لي يعني في الإطالة على هذا الموضوع طبعا. هل من هذا المنظور يعتبر مسؤولية جديدة أو مسؤولية كبيرة على المدرب في هذا الاتجاه، خاصة في الجوانب السلوكية الانضباطية من حيث اللباس، من حيث السلوك، من حيث المواعيد، من حيث الوقت، من حيث التعامل، من حيث المصطلحات اللي بيستخدمها المدرس مع الواعدين؟ فهل هاي تعتبر مسؤوليات إضافية على المدرب أثناء التعامل مع الواعدين؟ نعم بالضبط، هي مسؤوليات أساسية ويجب على المدرب أن يتمتع بأحسن ما يمكن من سلوكيات وتصرفات قولاً وفعلاً. حلو. وأشكرك دكتور حمودة. شكراً كابتن، يعطيك العافية. شكراً. أشكرك على مداخلتك، بارك الله فيك. شكراً كابتن، يعطيك العافية. هلا حبيبي. دكتور محمد المصري تفضل. دكتور محمد على الأسماء الترتيب. دكتور محمد تفضل. طيب الكابتن رفعت تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم يا كباتن؟ وعليك السلام ورحمة الله. يا الله يا كابتن نهاد. هلا بيك كابتن رفعت. أشكر على هذه المحاضرة الطيبة والتفتح هذا كبيرة. طبعا كابتن نهاد أنت تكلمت ضمن المحاضرة عن منهجية التدريب. وقاعدين الحين نشتغل عليه بشكل كبير معظم الدول. طبعا سابقا كانوا يشتغلوا على العمل البدني القوي على اللاعبين والعمل التكتيكي والجميع النواحي. طبعا حاليا قاعدين نشتغل على منهجية التدريب فيها عمل الشغل كله بالكورة. توضح لنا هذه النقطة على اساس نستفيد منك يا كابتن. للأسف كابتن في صوت هواء أو في صوت وشة قوية جدا، ما قدرت استوعب بالضبط إيش السؤال. السموحة كابتن، يعني ممكن أنا شو اسمه قاعد أعمل رياضة لا اثبت 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 في مكان وتكلم عشان ما يطلع صوت الهواء. إن شاء الله كابتن. بس كابتن طبعا. ممكن توضح لنا بالنسبة بخصوص منهجية التدريب. طبعا حاليا معظم الدول قاعدة تشتغل على هذا الموضوع. طبعا منهجية التدريب التركيز بشكل عام أكثر شيء على الكورة عن العمل البدني. ممكن توضح لنا هذه النقطة يا كابتن؟ 100% كابتن 100%. هذا اللي تكلمنا فيه، إنه اليوم الاتجاهات الحديثة في كرة القدم تعتمد على منهجية تدريب السمول سايدد جيمز من خلال الألعاب الجانبية الصغيرة. ممكن تعمل انتجريشن، ممكن تعمل دمج بين التدريب المهاري والتدريب البدني، ممكن تعمل دمج بين التدريبات المختلفة على أساس أنك تعملها من خلال الألعاب ومن خلال وجود الكرة. هذا موضوع مهم جدا كابتن. أي موضوع بتحب تعمله فيما يتعلق مثلا، خلنا نقول بدي أنا أدافع مانتومان، قليل من يدافع مانتومان، لكن أنا بدي دافع بطريقة المانتومان، بعمل مباراة 4-4، ممكن أضيف 2 محايدين ليسهلوا على المستحوذ على الكرة، على الفريق المستحوذ على الكرة المهمة. وبالتالي من خلال اللعب هذا في عدد قليل، 4-4+2 هم كلهم 10، وبالتالي من خلال العدد القليل في مساحة مناسبة بتكون فعالية التدريب أفضل بكتير من أنك تعمل الطريقة القديمة أنك تعمل لها تمارين. بس بنفس الوقت كابتن، ما بدنا ننسى في شيء بسموه الجزء الرئيسي. بعد ما نعمل الإحماء في الجاج، في الجزء الرئيسي، الجزء الرئيسي هذا بيكون فيه هو التدريبات الأناليتيك، تدريبات المجزأة، تأسيسي، مرحلة تأسيسية، مرحلة تنافسية، ومرحلة الجيم. عرفت كيف كابتن؟ يعني فيما يقابل الجزء الرئيسي من الوحدة التدريبية راح يكون في عندي تمرينات بسيطة مركبة تنافسي، مش هيك كنا نقول؟ ها
هلا بنقول انه في عندي تمرين تاسيسي، تمرين تاسيسي على التوبيك، على الموضوع التدريب او الهدف من الوحده التدريبيه. عندي جزء الاول تاسيسي ممكن يكون بدون خصم بدون منافس ابدا، تعليمي تعليمي نعم يعني. تعليمي تعليمي جود دكتور بارك الله فيك. بعدين عندي تنافسي، بعدين عندي الجيم. طبعا هو المباراه تبدا او التمرين بيبدا في جيم 1 اللي هو الجلوبال الاول، بعدين بنروح تاسيسي، بنروح تنافسي، بعدين بنروح جيم 2. الجيم 2 اللي هو المباراه النهائيه يلي راح يكون تطبيق الهدف فيها برضه سمول سايدد جيمز. انا هذه وجهه نظري. كابتن عذرني يعني يمكن وضعت جسم ما فهمت سؤالي بشكل صحيح. بالنسبة للش اسمه، طبعاً الحين منهجية التدريب تركيز بشكل كلي على كرة القدم. سابقاً كان يعني استغلوا ش اسمه، طبعاً يكون فيه في البداية مثلاً جري بدون كرة وبعدين يبدأ الشغل بالكرة، يعني يكون العمل بالتدريج. لكن حالياً تركيز بشكل كلي على كرة القدم بدون يعني هذا العمل بدني بدون كرة. ممكن توضح لي هذه النقطة يا كابتن؟ شوف هلأ نحن على نظام الجاج، على نظام الجاج عندنا ثلاث مراحل رئيسية. جيم 1، بعدين بنروح اناليتيك، بنروح على المجزأ اللي فيه تمارين كلها بالكرات كابتن، كلها بالكرات. بعدين عندنا الجلوبال الثاني اللي هو الجيم 2 اللي في الأخير. بعدين في عندنا تهدئة، كويس. من خلال هذا النظام، من خلال هذه الأسلوب التدريبي أو من خلال المنهجية الجديدة، الجيم 1 فيه فان جيم وانكلودينج ويتضمن الاحماء. بعد الجيم 1 ما في احماء كابتن، بعدين تروح اناليتيك على طول. على كل حال، على كل حال الاسبوع الجاي، الاسبوع الجاي عندنا محاضره اسمها هيكله الوحده التدريبيه ومضمونها، هيكله الوحده التدريبيه والمضمون تبعها. فتابعنا كابتن، بيكون في لها شرح اكثر. شكرا شكرا. هلا كابتن، تفضل كابتن محمود. سمحنا محمود معلش شويه. السلام. تحياتي ابو الوفا، كيف حالك؟ السلام ابو عمر. تحياتي لك ولجميع الاخوه الحضور والاخوات الحضرات معنا ايضا. وانا بشكر الدكتور محمد ذيابات، حقيقه كان عندنا مفاجاتنا انه في المحاضرات المقبله ان شاء الله في عندنا محاضره قيمه جدا عن اللياقه البدنيه ما بعد كورونا. الدكتور محمد ذيابات ان شاء الله. ابو لوفا يعني بارك الله بك، انت يعني حطيت ايدك على الجرح وحطيت طرقت كثير من المفاصل الاساسيه عن يعني مراحل تطوير اللاعب في كره القدم. بس انا في عندي سؤال حاب اطرحه من اجل عشان تعمل فائده للجميع. في مصطلح جديد الان بلش يتداول في العالم اللي هو اسمه مصطلح صغار الناشئين. يعني هو هذا بيكون لا هو في عمر يعني في نهايه عمر البراعم وقبل يدخل لمرحله الناشئين اللي بتكون عمر 12 13 سنه. سموه يعني صار بده يطلق على هذا المصطلح اسمه صغار الناشئين. انا سؤالي التالي، وجهه نظر الشخصيه للكابتن نهاد صقار، متى في اي مرحله عمريه بفتره البراعم يتم تدريب اللاعب على التكتيك الجماعي والاوفسايد؟ الاوفسايد اوكي كابتن، بارك الله فيك. دخولك كابتن ووجودك مهم، وجودك بيعزز نشاطنا اكثر وبيثيرنا اكثر. شكرا لك كابتن، وطبعا كل الموجودين صراحه الاخوات والاخوه الموجودين، اسئلتكم والتفاعل. خليني انوه لشغله، انا في المحاضرات المفتوحه في الدورات التدريبيه اعتمد اعتماد كلي على تفاعل المشاركين، وبالتالي عندي التفاعل المشاركين موضوع مهم جدا. واليوم على الانترنت نحن خلال المحاضره ما في تفاعل المشاركين لانه مسكرينها عليهم، لكن شيء مهم وهم اللي بيثروا المحاضره قيمتها. بالنسبه لصغار الناشئين كابتن، اعتقد انه بيسموها امال في قطر، الامال اللي هم بين البراعم وبين الاشبال،
في عمر الامال. هلا الواعدين الواعدين والامل كابتن، الواعدين والامل، واعدين والامل، واعدين والامل كابتن. ايوه الامل، الامل نعم نعم بسموها الامل، يعني واعدين بروح امل على ما اعتقد. وبالتالي مرحله الامل هذه مرحله مهمه جدا، لانه فيها بقطر اعتقد انه بدوا فيها 11 قبل اكثر من 5 سنوات، اكثر من 5 سنوات كبرنا شوي. فمرحله الامل مرحله مهمه، هو زي همزه الوصل كابتن، زي همزه الوصل بين البراعم وبين الاشبال، ومرحله عمريه مهمه، لانه قطر اصلا دوله قطر دوله رياضيه بامتياز. دوله قطر اعتمدت سن 16 على ما اعتقد بهذاك الايام في مباريات 11 ضد 11، وبالتالي هم كمرحلة انتقالية بين البراعم وبين الأشبال. بالنسبة متى ندرب اللاعبين فعليا، أنا أعتقد من 10 سنوات وفوق كابتن نقدر ندرب اللاعبين على مواقف تكتيكية جماعية. بس نحن في عنا 7 ضد 7 وفي عنا 9 ضد 9، بهاي المراحل اللي بنلعب فيها 7 ضد 7 و9 ضد 9 ممكن نعتمد في ال9 ضد 9 على مصيدة الأوفسايد، أو حتى يكون الأوفسايد له يعني له دور كقانون من قوانين اللعبة، بيعملوا الأوفسايد على حدود منطقة ال18 مثلا، بقربوها أكثر يعني. ففي لها إجراءات جيدة يعني. كابتن مدروسة. كابتن في قطر حتى 8 ضد 8 يطبقون الأوفسايد، أنا كلمك من قطر. وين خط الأوفسايد كابتن؟ هم يخلوه تقريبا على بعد 12 13 متر أو 14 متر يخلوه. عن المرمى نعم. قد ايه مساحة الملعب؟ الملعب يكون تقريبا ب60 ب40. أيوة. أو 65 ب40. أشكرك على المداخلة كابتن. أنا كنت في قطر. أنا كابتن سعد أكلمك من قطر. هلا كابتن سعد. هلا أبو فهد. هلا حبيبي كابتن أحمد، شلونك؟ شو أخبارك؟ طيب إن شاء الله. أيوه فهد، الله يسلمك. الله يخليك. كويس. سعيد سمع صوتك. كويس دخولك كابتن سعد. الله يبارك فيك على دخولك وعلى شرح الموضوع. بس خلينا أنا عندي بعض المداخلات كابتن على الموضوع اللي طرحته، وخصوصا في بناء المنهجية. نعم. خلينا كابتن سعد. نعم. خلينا مع أبو عمر. نعم. بعدين نعم. نرجع لك بإذن الله. تمام. كابتن أبو عمر، هذا أنا رأيي يعني، وساندنا فيها شوية الكابتن سعد من قطر. هذا هيك وجهة نظري يعني. بارك الله فيك. لا بالعكس، بارك الله فيك. صحيحية يعني كلامك صحيح، إنه هو من عمر، من متى ما بدأنا من عمر، أنا حبيت عشان تعمل فائدة. من عمر يعني من بلش تقسيمات 7 ضد 7 يبدأ التكتيك الجماعي. صحيح فعلاً، عشان المدربين يعرفوا إمتى يعملوا تكتيك الجماعي، سواء كان الوانتو الأوفرلاب، كل هذه الأمور هي تحتاج لتكتيك جماعي بصراحة. المهارات يعني الهجومية. نعم، مهارات بكل تكتيك الجماعي الهجومي. نعم. وحتى يعني حتى في أحد المحاضرات تم سؤال يعني أحد المحاضرين، قالوا إذا الفريق يعني إذا الفريق يعني بلعب بتشكيل 3-5-2 الفريق الأول، فقالوا طبعا طب كيف بدي يعني أدرب المدافعين؟ قالوا إذا الفريق الأول بدافع 3-5-2 عليك أن تخلي 3 مدافعين، إذا بتلعب بدي 7-7. أوكي هي نعم أبو عمر، هي نقطة مهمة جدا. لما أنت تختار أنك تلعب في تشكيلات فيها أرقام فردية 3-5 مثلا، بدك تضطر أنك تتدرب في سمول سايد جيم في أرقام وتشكيلات فردية بكل تأكيد. إذا كان الفريق بلعب بأربع مدافعين فلا بلعب مدافعين 2 بالخلف، إذا التشكيل 7-7. 100% أنا أوافقك الرأي. لما تكون في تشكيلات زوجية لازم تلتزم في التشكيل في المباريات تشكيلات زوجية. إذا كانوا 4 ممكن يكون عندك 2 في الخلف اللي هم قلبين الدفاع، بتصرفوا كقلبين دفاع. وإذا كان 3 مدافعين يفترض أنه عندك 3 مدافعين. أشكرك أبو عمر.
العفو كابتن نهاد إذا سمحت لي، وأيضا هو تعقيب على كلام الأخ الكابتن أحمد الحسن. نعم. هو حتى في عمر 13 و 15 سنة من الجانب التكتيكي أيضا يطبقون تكتيك الفريق حسب الخطوط والتكتيك الفردي، يطبقوا هذا الجانب يعني هم يفترض. يستفادون يفترض نعم ضمن المنهجية في الجانب الخططي هذا يكون موجود. نعم. طبعا لكن في 16 وال 18 تختلف العملية، طبعا في الجانب الخططي راح يكون ينمي التكتيك الفردي وتنمية الإدراك التكتيكي وسرعة اتخاذ القرار باعتبار اللاعب يكون جاهز، يعني يكون يلعب على مستوى الفريق الأول والدرجة الأولى والثانية. مشكور. أنا الكلام مالتي بالنسبة للحبيت اللي أتطرق له هو بالنسبة للمنهجية اللي ذكرتها أنت، يعني حضرتك أنت ذكرت في عمر 6 إلى 8 سنوات يعني ذكرت الجانب البدني والجانب الخططي والجانب المهاري، لكن أيضا ما تطرقت إلى الجانب الذهني، وهي في كل المراحل في بناء منهجية اللاعب الجانب الذهني يكون موجود وحاضر بالنسبة للخطط التدريبية، يعني من عمر الاكتشاف وبعدين عمر التعلم وما قبل التكوين والتكوين الجانب الذهني يكون حاضر. حضرتك أنت ركزت على الجانب النفسي، لكن مثل ما تعرف أنت الجانب النفسي بخصوص الأعمار الصغيرة بعدها ما متكامل، فما ممكن نتطرق له يعني بصورة يعني خلينا نقول واسعة إلا في مرحلة الناشئين، ممكن مرحلة الناشئين وأيضا مرحلة الشباب. نعم. هذا أوكي. والنقطة النقطة الأخيرة اللي حبيت أذكرها بالجانب المهاري اللي ذكرته في الجانب الدحرجة والجانب الاستلام والتسليم ما ذكرته اللي هو الباسنج أيضا يعتبر جانب مهم في الجانب المهاري. حكينا فيها شفهي كابتن لما حكيت عن الكنترولينج، حكيت عن الريسيفينج عن الباسنج بس. نعم. حكيتها باختصار دمجتها مع الكنترولينج. أي ونقطة أخيرة أحب أذكرها هي بالجانب البدني كابتن، أنت قلت أنه تحت ال 15 سنة يعني الجانب البدني يكون قليل يعني ما نستخدمه كثير، لكن إحنا نعرف أنه إذا من عمر 9 إلى 12 سنة هي تعتبر الفترة الذهبية بالنسبة للاعب، وخصوصا بالنسبة للسرعة وبالنسبة للتحملات الهوائية أعتقد مهمة جدا بالنسبة للاعب. نعم. شكراً. أنا كان بارك الله فيك، أنا كان قصدي تحت 16 سنة أو تحت 15 سنة ممنوع التدريب بأوزان إضافية في صالات الجيم. نعم. لخطورتها. لكن نعم. الجانب البدني من يبدأ الولد يجي على الملعب في نوع من أنواع الجانب البدني، المشي جانب بدني، الدوران. نعم. جانب بدني. بتعلق في السرعة وبتعلق في الرشاقة وبتعلق في الكوردينيشن توافق العضل العصبي كله. نعم. موجود. نعم. لكن ضمن الألعاب اللي عم نعملها لتطوير الجانب الفني أو الجوانب الفنية للاعبين بتكون موجودة ضمنها. نعم. ضمنية. ونقطة أخيرة كابتن بالنسبة للأخ اللي ذكر على الإحماء العام والإحماء الخاص، احنا تعرف انت في قطر مسألة الإحماء يعني يقسم إلى قسمين اللي هو لعبة جماعية زائدا التوافقات، وهذا أيضا احنا نعم نعم صحيح موضوع شوف كابتن موضوع يعني كابتن سعد موضوع التوافقات اليومي اللي عم بيصير بقطر بصراحة أنا مش كثير ميال إلها ومش كثير بحبها يعني، لكن هذا موضوع تاني ما بدنا نخرج عن الموضوع تبعنا. شكرا جزيلا. يعطيكم العافيه كباتن. في مدربين بيبعثوا لي يعني ان زمان رافعين ايدينا وصار معنا تمزق، فشوي بدنا نفكر الاسئله ونخلي الاسئله مختصره عشان يعني نحاول ناخذ اكبر قدر ممكن من الاسئله. بالفعل انا ايدك كابتن محمود انه السؤال يكون مختصر، وبرضه انا احاول اختصر في الجواب مشان نعطي فرصه للجميع يحاول يسال. طيب تفضل على الاسم كابتن استاذ ناظم. الدكتور ناظم تفضل. دكتور شكرا كابتن على المحاضره راقيه وذات قيمه عاليه بالنسبه لنا. اما بالنسبه للكابتن اكد على سمول سايد جيم، يعني انا اشرفت على رساله ماجستير سمول سايد جيم يعني طور لاعبين بشكل كلش كبير في اعمار 11 الى 12 يعني، وهسه اهتمام كلش كثير بالعالم يعني في أول يوم تدريب توتنهام مع المدرب الجديد مورينو هو لعب 2-2 بعدين 5-5 بعدين 7-7 يعني اهتمام كبير بالسمول سايد جيم. وبس أنا عندي سؤال بالفريق الأول كابتن، أغلب الفرق المستوى الأول ما يستخدموا سمول سايد جيم،
يعني نصيحتك للمدربين الفريق الاول يستخدمون سمول سايد جيم باي نوعيه او باي كميه يعني. كابتن بارك الله فيك دكتور، انت دائما مشارك معنا واسئلتك كثير. انا وجهه نظري كابتن او دكتور، يفترض انه اساس التدريب يكون على سمول سايدد جيمز. طبعا اليوم كل الفرق عندها مكونين بدنيين او مدربين لياقه بدنيه. بالاتفاق والتعاون بين المدرب الرئيسي ومدرب اللياقه البدنيه يفترض انه ينظموا الوحدات التدريبيه تحت اعتبار سمول سايدد جيمز بمضمونها البدني. يعني الكابتن المدرب الرئيسي بيحط التمرين والمدرب اللياقه البدنيه بيركب عليه العنصر البدني اللي راح يكون اليوم. فانا وجهه نظري المتواضعه، اعتمدوا ايها المدربون المحترمون، اعتمدوا على الالعاب الجانبيه الصغيره في تدريباتكم مهما كان التوبيك او الهدف الوحده التدريبيه، ان كانت هجوميه او كانت دفاعيه، ان كانت اللعب من الاطراف او ان كان الاوفرلاب او ان كان تبادل التمرير او الدفاع عن الكرات العرضيه او التسجيل للكرات العرضيه، ايا كان استخلاص الكره في وسط الملعب، الهجمه المرتده، تقدر تعملها بسمول سايد جيمز وفعاليتها اكثر. فانا وجهه نظري فريق كبير او فريق صغير سمول سايد جيم منهجيه ممتازه. بارك الله فيك دكتور. شكرا كابتن. تفضل محمود. لحظة، تفضل كابتن أحمد نواس. ميكروفون شغل من عندك شوي، أنا بشغل عليه. تفضل كابتن أحمد. مساء الخير للجميع، معك كابتن أحمد نواس من فلسطين. هلا كابتن. عندي سؤال كابتن، كيفية التعامل مع الفروق الفردية بين اللاعبين بدون ما نأثر نفسيا على اللاعبين مستواهم أقل؟ كويس، برافو. موضوع مهم، موضوع مهم جدا بصراحة، إنه التأثير النفسي للاعب الأقل مستوى مهاري خططي تكتيكي في أي عنصر كان. أولا من مواصفات المدرب الجيد أن يدير الوحدات التدريبية من الناحية الفنية ومن الناحية النفسية ومن الناحية الذهنية من كل النواحي وأوجه التدريب. ويجب أن يكون للمدرب القدرة على تنظيم وحدات تدريبية على المستوى الفردي بدون ما يترك الأثر النفسي هذا اللي بتتكلم عنه كابتن. فنحن لما يصير منهجية تدريب وعندي مخصص وقت لبعض اللاعبين لنواحي هم بيحتاجوها أكثر، هلأ ممكن يتنظم تدريبات خاصة بالكامل. وممكن إيش نعمل كابتن؟ في إشي بسموه starting activity بدايات النشاط أو بدايات ما قبل التدريب. لما يجوا اللاعبين ممكن تأخذ اللاعبين هذول اللي أقل مستوى شوي من غيرهم، تاخذهم تعملهم جيمز، تعمل لهم لعبه الاساس فيها هو نقطه الضعف اللي عندهم، ان كان بالسيطره ان كان بالتمرين ان كان بالجري، اي نوع من انواع نقطه الضعف اللي عندهم، تعمل لهم تدريبات اساسها هذه نقاط الضعف. واعتقد انه التكلم مع اللاعبين دائما وخلق بيئه ايجابيه بتقلل من اثر السلبي للعامل النفسي. والله اعلم، انا مش متخصص علم النفس، لكن انا هذه وجهه نظري. اشكرك احمد، سؤالك ممتاز. مشكور. كابتن عماد كامل تفضل. السلام عليكم دكتور. عليك السلام. طبعا بنشكر حضرتك على المعلومات الممتعه دي، ومحاضره قيمه فعلا. بشكر زملاء المدربين. استفسار بس حضرتك كده دكتور، معاك عماد من مصر على فكره. حضرتك ذكرت الكوردينيشن،
أنا كمدرب إمتى أحطه في الوحدة التدريبية اليومية بتاعتي وتكراره في الأسبوع قد إيه؟ ونمرة ثلاثة، إيه المحاذير اللي حضرتك قلت عليها وأنا بطبق تدريب الكورديشن؟ شكرا لحضرتك. بارك الله فيك كابتن عماد، أنت من البداية بصراحة مركز وقاعد معانا وصورتك كانت تظهر دائما. ربنا يخليك يا دكتور، شكرا. كابتن عماد، شوف بالنسبة للكورديشن بالذات، توافق العضلي العصبي أو بما يسمى تدريبات الكورديشن، أولا أي حركة بيعملها اللاعب في الملعب في أي وقت هو عبارة عن توافق عضلي عصبي. لما ينزل يربط الخيط تبع الشوز هو عبارة عن توافق عضلي عصبي. الإشارة بتجي من الدماغ والعضلات بتنفذها، هو التوافق العضلي العصبي. فكل ما يقوم فيه اللاعب في الملعب هو عبارة عن توافق عضلي عصبي. بس حتى نزيد ونحسن من قدرة اللاعب على القدرة بالتعاون بين الجهاز العصبي والجهاز العضلي، يفترض أنه ندرب عليها بتركيز. أنا مش مع التدريب اليومي للكوردينيشن. أنا مع أنه إذا كان مثلاً حسب العدد الوحدات التدريبية في الأسبوع ومستوى الفريق، عمر الفريق، هذا كله بيلعب دور، وأهم شيء عدد الوحدات التدريبية في الأسبوع. إذا كان بفترة الإعداد عندك 6 وحدات تدريبية في الأسبوع، ممكن الكوردينيشن هذا تعمله 2 مرات في الأسبوع أو 3 مرات في الأسبوع، لأنه التدريبات الكوردينيشن المركزة كابتن بيروح تأثيرها وتعبها على الجهاز العصبي. الجهاز العصبي استشفاء تبعه أطول من بقية الاستشفاءات العضلية إلى آخره. فحتى يجي اللاعب مستشفي من التمرين لازم يكون مرتاح، ولازم يكون جاهز 100%، وما عندوش إصابات، ما عندوش آلام، حتى يقدر يعمل تدريب مركز على الكوردينيشن. والتدريب المركز على الكوردينيشن حتى بالفئات العمرية الكبيرة لا يزيد عن 40 دقيقة، بالكثير 40 دقيقة. يعني أنت تعمل 4 محطات 5 محطات كوردينيشن، تركيز تطوير الكوردينيشن، 4 محطات 5 محطات، تعيدهم لمرة واحدة أو 2 بالكثير كافي. بعدين تروح تكمل التمرين، تعمل small sided game تحت أي اعتبار. لكن كابتن عماد اللي نتفق عليه أنه أي حركة بيعملها اللاعب، أنا الآن ماسك القلم وأطلع فيها ونزل فيها، صح؟ إذا شايفني هذا coordination. إذا حاولت أعطيك إياها، أنت مديت إيدك واستلمتها مني في أعلى coordination، هذا coordination. وهذا وجهة نظري. بارك الله فيك على سؤالك. طبعا دكتور، زي ما قلنا لو قلت لحضرتك امتى في الوحدة التدريبية، طبعا انت بتتكلم عن الجهاز العصبي، اعتقد انه ممكن يكون في بيض الوحدة التدريبية بعد الاحماء. نعم الكوردينيشن، شروط تدريب الكوردينيشن بيشابه جدا شروط تدريب السرعة. لازم الحركة الشدة 100%، والاكشن اللي بده يعمله اللاعب أقل من 10 ثواني في أحسن الحالات. وبالتالي تدريبات الكوردينيشن لازم يسبقها إحماء جيد وإطالات جيد، ولا بتعرضوا لخطورة الإصابات. ولسه الجهاز العصبي طبعا عشان التركيز وكده لازم يكون فريش يعني في الأول. نعم ولازم يكون مرتاح. ما تعملش تدريب كوردينيشن بعد يوم المباراة، تمام، حتى يكون اللاعبين مسترجعين 100% أو في عندهم استشفاء كامل. والتدريبات الكوردينيشن بحاجة إلى راحة تامة. أشكرك. شكرا لحضرتك. اتفضل كابتن محمد حمدان. يلا السلام عليكم. طبعا بحيي الجميع. كابتن محمد حمدان، ماجستير تربية رياضية. أنا الآن موجود في كندا، مدرب محترف هنا، وكنت مدرس في جامعة بغداد. السؤال للكابتن نهاد الصقر، ما هي الأهداف من البدنية أو
ما هي علاقة الأحجام السمول سايز مع عناصر اللياقة البدنية؟ كيف يعني في هناك أحجام محددة تطور عناصر محددة اللياقة البدنية؟ شوف كابتن، شوف أولا مساحات الملعب يتعلق بعدد اللاعبين أكثر ما هو يتعلق بالهدف من الوحدة التدريبية. إذا بتعمل مثلا واحد ضد واحد لمدة 45 ثانية في ملعب 10 في 10 تحت ظروف ضغط الأداء البدني العالي، شدة عالية، 45 ثانية في واحد ضد واحد في 10 متر 10 في 10 هذه كافي. لكن لما نيجي نقول مثلا 4 ضد 4 3 ضد 3 6 ضد 6 لازم يكبر الملعب. إذا بدك مثلا الهدف من الوحدة التدريبية بدني على سبيل تحمل السرعة مثلا أو تحمل الأداء، ما لازم يكون في انقطاعات للتدريب بهدف التصحيح. الأداء البدني، الأداء البدني يطلب أو متطلب الاستمرارية في العمل. إذا كانت على مستوى السرعة راح يكون أقل من 10 ثوانات، أقل من 10 ثواني، وإذا كان تحمل السرعة راح يكون أكثر وأكثر. فكابتن أنا برأيي العلاقة بين مساحة الملعب وبين التدريب البدني علاقة تكاملية. إذا بدك تعلي وتزيد درجة الصعوبة بتوسع الملعب. بنفس الوقت، شروط أداء اللاعبين، شروط أداء التدريب مهم. أنت اللي بتحط شروط، من لمسة واحدة الكل اللاعبين يغادروا نص الملعب أو الكل يرجع للملعب، فهذه شروط اللعبة هي اللي بتوصلك للهدف من الوحدة التدريبية. وأنت ماجستير بصراحة، يعني منقدرش نحكي معك كثير. لا الله يرضى عليك، بالعكس احنا منك نتعلم، يعني دائما انا متابعك ومتابع الاخ ابو عمر، طبعا الاخ ابو عمر ابن عمي يعني مش غريب. السؤال الثاني، ما هي اهم يعني هي الاساليب والطرق التدريبيه اللي بتتبعها في تدريب الاطفال يعني بدنيا او مهاريا او تكتيكيا؟ هلا بالنسبه لي كابتن، بالنسبه لي بدرب في كل الأعمار، بنفس المنهجية باختلاف الشدة المدة والدوريشن والأشياء هذه، لكن المنهجية منهجية. بالنسبة إلي أعتمد 100% على وجود الكرة، إن كان الجانب بدني أو كان الجانب المهاري أو كان تدريبي تكتيكي، أي تدريب إن كان، أعتمد وجود الكرة وأعتمد على اللعب، يتعلموا من اللعب. أنا معاك بهذا، بس أنا سؤالي إنه هو الأساليب أو الطرق، يعني التدريب الفتري، التدريب الدائري، التدريب المحطات. أوكي. هلا كابتن بالنسبة للطرق التدريبية اللي نتكلم عنها، الفتري وطريقة الاختبار وطريقة المسابقة وطريقة الاستمرارية المستمرة إلى آخره، هذه الطرق. هلا كل طريقة من الطرق أو كل عنصر بدني من العناصر البدنية بينفعها طريقة من الطرق، فهي تعتمد. يعني أنت الهدف من الوحدة التدريبية إذا كان تدريب السرعة مثلا لازم يكون تدريب فتري، إذا كان تدريب التحمل الأساسي لازم يكون المستمر، وهكذا. يعني الطرق التدريبية أو العناصر البدنية تحتاج إلى طرق تدريبية محددة تتطور فيها، بتنفعها يعني. تمام، شكرا لك. أسئلة مهمة بصراحة، أسئلة مهمة، لكن هي بدنية أكثر، تخصصية أكثر. تمام، شكرا. أشكرك كابتن. طيب كابتن محمد أبو سليمان، إلو هذا محمد أبو سليمان أول واحد طلب يسأل، وهي شكله آخر واحد بده يسأل. تفضل محمد. السلام عليكم أجمعين. عليك السلام. يعطيك العافية كابتن نهاد، شكرا لحضورك وتواضعك الكبير وتواجدك معنا، وشكرا موصول للكابتن أحمد الحسن والجميع الكباتن. طبعا انا باختصار شديد وبسرعه، بالنسبه انا بديش كلام كتب وحبر عولك، لانه ما ينطبق على فلسطين جزء لا ينطبق على نيجيريا بالنسبه للصغار، لانه في فروق فرديه حتى. بالنسبه للعمر، العمر المحبب للكابتن نهاد سكر للدخول للمنافسه للجيل الصغير، بدي منك انت شو بتحبب؟ هذا السؤال الاول. بالنسبه للبطولات الفئات السنيه عندنا بفلسطين، وبحكم معرفتنا الكبيره انت قربك لفلسطين وتواجدك الدائم مع الاتحاد والدائره الفنيه،
وعندك شغف وحب واطلاع كثير كثير قريب من الاتحاد الفلسطيني والدائرة الفنية لتطوير الكرة الفلسطينية. أنا ما بدي يتاخذ كلامي إنه جلد للذات أبداً، البطولات الفئات السنية فلسطين لا تفي بالغرض بكل صراحة. إن أنا حد جيل 2004 لهم دوري وبعد سنتين أعمل 2000، ليش ما كل عمر أو مواليد 2004 لهم بطولة، 2003 لهم بطولة، 2004 لهم بطولة، يعني كل مولود له بطولة. بصغر المساحة لبطولتهم ما بعملها عمثل الضفة الغربية إذا مثلاً العجز مادي. أنا بالنسبة هسه المباراة هي تقريباً تدريب في كامل المهارات واللياقة، بكسب بسك الموهبة اللاعب، بكتسبه الخبرة وبكتسبه الاحتكاك. كديش لعب مباريات أكثر الولد الصغير كلما استفاد. بالنسبة للكابتن هاد، شو البطولات فات السنية المحبذة تنعمل في فلسطين لإنجاح نشر وتطوير اللعب بالنسبة للصغار؟ وبالنسبة بدي روزنامة بطولات محددة تبقى بتاريخ مقدس كلمة للاتحاد الفلسطيني، ونظرتك للفروق الفردية بين الوطن العربي والأفريقيا أو أمريكا الجنوبية. بيفرق 100% ما بين سن 12 عند نيجيريا وكذا. ويعطيكم العافية. كابتن كيف بدي جاوب عليهم هذول؟ يعني انت طيب. يعني انت كابتن محمد لو الليله ما سالت كنت راح تفقع. طيب بختصر الفروق الفرديه. طيب شو الفروق الفرديه وعمل عملها كابتن؟ الله يرضى عليك. وصلتنا لنيجيريا ولغانا ومش عارف وين وصلتنا. على كل حال كابتن، شوف بالنسبه للفئات العمريه تبدا من البراعم، بتروح اشبال، بتروح ناشئين، بتروح شباب، بتروح أولمبي، بتروح أول. هلا هذه الفئات العمرية اللي بتدربوا فيها في كل العالم. في موضوعين في غاية الأهمية في تطوير كرة القدم كابتن محمد. الموضوع الأول تدريب المدربين، تعليم المدربين، تدريب المدربين أو تعليم المدربين يلي هي بتولى أمرها، كل اتحاد بتولى أمرها من خلال دائرة التطوير والتدريب ومن خلال الدورات التدريبية. تطوير المدربين، بدون مدربين على سوية عالية ما في تطوير لكرة القدم. الموضوع الثاني المهم في غاية الأهمية هو البطولات. البطولات محرك رئيسي للتطوير. إذا ما عندنا بطولات على مستوى عالي لا يمكن يصير عندنا كرة قدم متطورة. ولكن فلسطين مش ألمانيا ولا برازيل ولا إنجلترا ولا فلسطين، فلسطين والأردن أردن. لما تعمل البطولات للفئات العمرية لازم تأخذ بعين الاعتبار البنية التحتية. في عندك ملاعب يستوعب ولا لا؟ هذه نقطة مهمة. فنعمل بطولات نوعية على مستوى عالي، بس مش كل سنة. هلا بالنسبة أنت إلك لما يكون عندك مشروع براعم من 6 إلى 12 سنة، هذا المشروع لحاله، هذا مشروع تعليمي للأولاد إنه يصلون لسن 12 حتى ندخلهم في المباريات. فالمشروع هذا في غاية الأهمية، مدربينهم، لاعبينهم، إداريينهم إلى آخره. لما يصلوك أشبال لحالهم، العمر لحاله يعني مثلا اذا كان مطلوب في 2010 مثلا، 2008 مثلا مطلوب اذا بعمر الاشبال، اوكي بتاخذ 2008 لحالهم. بس بعدين الاشبال تدمجهم مع يعني عمرين، تاخذ 2008 2007، بس من اول بدك تاخذ 2006 ل 2008 لحال، 2009 لحال، وهكذا. بديش ادخل بالتفاصيل كثير. لما تروح ناشئين وشباب مع بعض، بعدين بتروح اولمبي لحال، طبعا لازم يكون لحال، والفريق الاول لحال. فانا برايي البطولات محرك رئيسي للتطوير. لازم يكون عندنا بطولات نوعية، مش بس بالفلسطين، فلسطين وغير فلسطين والأردن وسوريا وكل منطقتنا اللي هم 12 دولة آسيوية عربية.
لازم يكون في تصحيح مسار البطولات، لأن البطولات غير كافية وغير مؤثرة في معظم الدول العربية. شمال أفريقيا واللي معانا من شمال أفريقيا مش كتير نحن مطلعين باللي عم بيصير، لكن اللي عم بيصير بالكرة القدم الآسيوية العربية اللي هم 12 دولة من لبنان إلى اليمن أنا مطلع كويس، وعملت في الفيفا 5 سنوات كمسؤول فني لتطوير كرة القدم، ومعانا إيران بالإضافة ل 12 دولة عربية. فمشكلتنا الأساسية كابتن محمد نوعية المدرب ونوعية البطولات، وإن شاء الله أكون جاوبتك على سؤالك. يعطيك العافية كابتن. السؤال لكابتن طارق زياد، تفضلت كابتن طارق. طيب السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. السلام عليكم، الصوت مسموع كابتن؟ أيوة تفضل. كابتن نهاد، كل الشكر للمحاضرة النوعية، والشكر موصول للكابتن أحمد الحسن والحضور الكريم، الكابتن صايب جندي، عميد اللاعبين الفلسطينيين، زملائي الكباتن من مدينة غزة وجميع الحضور. كابتن نهاد، حبيت بس أخذ رأيك في منهجية خاصة أو رؤية خاصة في التدريب، أنه بفضل في عملية التدريب اللي هو موضوع تدريب اللاعبين على حالات اللعب الأربعة، بحيث أنه يكون اللاعب عنده مرجعية أو عنده تغذية راجعة في المباريات، أنه الحالات اللي بتواجهه في المباريات هو مر عليه أثناء عملية التدريب وأوجد لها الحلول، فممكن هذا يعطيني أداء أفضل للاعبين في المباريات. يعني ممكن أنا أدربه اللي هو التحول إلى الهجوم وأولهم في مع بعض، ممكن أدربه اللي هو التحول إلى حالة الدفاع والدفاع. فالآن أنا بدرب اللي هو الأربع حالات على أساس أنه يكون زي ما حكيت لك تغذية راجعة للاعب في المباراة تساعده على إيجاد الحلول. شكرا لكم. كويس كابتن طارق، ما شاء الله عليك. أولا الحالات الأربعة للعب اليوم كل العالم متفق عليها، اللي هي الهجوم والانتقال للحالة الدفاعية والدفاع والانتقال للحالة الهجومية، هذه الأربع حالات. وضيف عليهم كابتن، اكتبها بخط عريض جنبهم، الكرات الثابتة اللي هي الحالة الخامسة في اللعب، الكرات الثابتة في الدفاع وفي الهجوم. هلأ بالوضع الطبيعي أكيد كل مدرب، كابتن طارق لا تلتهي باللي حواليك، خليهم يطلعوا ويسكروا الباب وراهم. أنا معك يا كابتن، تفضل. أنا معك. نحن أضفنا الحالة الخامسة اللي هي الكرات الثابتة. أوكي؟ صحيح. هلأ كل تمرين أنت بتعمله، كل تمرين تعمله لابد أنه في واحدة من الحالات. هلأ رح يسلقك طيارة على ظهرك هذا الولد اللي قاعد جنبك. هذا مو ولد، هذا شاب كبير. المهم كل تدريب بتعمله كابتن تحت اي عنوان هو ضمن الحالات الاربعة، تعمله توبيك هجومي انهاء الهجمات، هو عبارة عن حالة من حالات اللي عم تحكي عنها. هلا انا قطعت الكرة، بدك تصير تدرب ايش؟ في الانتقال من الهجوم الى الدفاع. وبالعكس لما بتدرب مثلا منع التسجيل من الكرات العرضية، كويس؟ لما تستخلص الكرة أو الحارس يعمل التقاط راح تحول من حالة دفاع إلى حالة هجوم. فتدريباتنا كلياتها هي ضمن الحالات الأربعة. واليوم مورينيو بيقول الانتقال هي اللحظة السحرية في كرة القدم. إذا أنت فريقك كان قوي في الانتقال، القوة في الانتقال مش بس مجرد ركض، القوة في الانتقال هون كابتن في المخ، لأن المخ هو اللي بيستقبل وبيعالج وبيأمر. فهذه الحالات، هلا أنت في حالة هجوم، استقبلت إشارة أنه الكرة انقطعت، تتعالج
وبتبلش تعمل الأكشن تبعك. هذا الانتقال كل ما كان الفترة الزمنية أقصر في المعالجة والوصول للأكشن أو الوصول للتحرك حسب الإشارة اللي اجتك بيكون أحسن. فبعرفش أشكرك أنا على المداخلة تبعتك حلوة. أنا مع أنه اللاعبين ما يتمرنوا بس يعملوا جري بالكرة بدون هدف أو يلا ألعبوا باصات لبعض بدون هدف. أنا بحب يعملوها من خلال لعب، من خلال مباريات، بس مش مباريات 11 ضد 11. مباريات 11 ضد 11 حتى في أوروبا في كرة القدم مستوى العالي في التوب ليفل قليل اللي يلعبوا 11 ضد 11 في التمرين. معظم تمارينهم 4 ضد 6، 8 ضد 6، 7 ضد 5. لما نتكلم عن أرقام فردية معناته المدرب عنده تشكيل فردي في خط من الخطوط، لكن في الغالب اللي بيلعبوا 4-4-2 أو بيلعبوا تشكيلات مختلفة. يعني أنت لما تتفرج على الرقم الفردي أو على التشكيل الفردي في الفريق لازم تعرف أنه هذا الفريق يا بيلعب 3 في الوسط، يا بيلعب 3 في الهجوم، يا بيلعب 3 في الدفاع وهكذا. بس حلو أنه المدربين يفكروا في المباريات، خلوا أولاد يتعلموا من اللعب. وغزة أنا عندي تجربتين في غزة. غزة بصراحة المستوى التنافسي فيها فوق الريح نار، حتى لما بيشجعوا الجمهور في غزة بيقولوا اذبحوهم موتوهم، فبيكون يعني شيء مختلف. يعني إنك تحضر مباراة في غزة أو تحضر مباراة في رفح بين الأقطاب مختلف. أشكرك كابتن طارق. كابتن خالد كان يعني طالب يسأل سؤال، تفضل كابتن خالد. طيب كابتن خالد السلام عليكم. تفضل. عليك السلام، أعطيك العافية كابتن. هلا كابتن خالد، شاكر لمجهودكم صراحة. بس عندي سؤال مع كابتن خالد المخاريز، أردني مدرب نادي العين الإمارات. الله يحييك كابتن. بس عندي استفسار بحكم خبرتك بالمراحل السنية، يعني شو بتفضل من ناحية يعني التواصل العصبي، يعني استخدام مثلا الصافرة مع الأولاد أو أي أجهزة ثانية يعني التواصل، يعني شو بتفضل مثلا نستخدم الصافرة مع الأولاد أو أي أجهزة ثانية نتواصل فيها مع الأولاد بشكل عام؟ أوكي تمام. شوف أشكرك. شوف الحواس اللي عندنا 5 حواس. أيوة. في عندنا السادسة اللي هي الحدس، التوقع أو إلى آخره. أي إشارة ترسلها للاعب بيستقبلها بأحد الحواس يلي عنده الخمسة، إن كان باللمس، إن كان بالسمع، إن كان بالرؤية إلى آخره. أنت كمدرب أنو الآلة أو الجهاز اللي بتستخدمها وبترتاح إلها راح يعتادوا عليها اللاعبين، ما عندك مشكلة. بس أحياناً نحن أحياناً حتى ننمي حاسة النظر الرؤية المحيطية نمنع عنه السمع حتى نقوي من الاستقبال بالعين وإصدار القرار بالأكشن من العين. إذا كان عنده السمع مثلاً ضعيف، الاستقبال بالسمع بالحاسة السمع ضعيف، بنحاول نعمل تمرينات على السمع. بس بالنسبة لك تستخدم صافرة أو تستخدم صوت أو تستخدم صورة أو تستخدم حركة معينة يعمل عليها رد فعل اللاعب، بالنسبة لنا لازم يكون كله على مستوى عالي حتى يكون اللاعب عنده قدرة على اتخاذ القرار. لازم المستقبل يكون عنده نظيف، يتعالج بشكل جيد وسريع، بعدين يطلع الأمر من الدماغ بالتحرك للعضلات. بس في بعض المدربين كابتن خالد، في بعض المدربين بيستخدموا الصوت والصافرة مع بعض. يعني أول شيء بيقول إذا بده يوقف اللعب مثلا بيقول ستوب، بعدين بيحط إيده بيصفر، عرفت كيف؟ وفي كثير مدربين، في كثير مدربين ما بيحبوا يستخدموا الصافرة، وهذه ما بيأثر على إمكانياتهم كمدرب. فأنت شو اللي بريحك تقدر تستخدمها.
شكرا شكرا لك. هلا كابتن خالد. طيب في عندنا كابتن سعد كمان حابب يسأل، وأتوقع في قصي عنده سؤال. تفضل نعم كابتن سعد. حبيبي كابتن، يعني شوف بالمنهجية اللي ذكرتها كابتن كان يهمني والله أنه تعطي أيضا أهمية للتدريب الذهني حتى خصوصا من الأعمار الصغيرة، لأنه أساس التدريب الذهني هو ينبني في هاي المراحل سواء كانت في الاكتشاف أو في التعلم أو في التكوين وما قبل التكوين إلى أن ينبني ويكون لاعب جاهز، خصوصا في هذا الجانب، لأن أصبحت التدريبات الذهنية خصوصا في الوقت الحاضر يعني تلعب دور مهم حقيقة. وحتى نعم. سؤال الأخ قبل اللي ذكرها مسألة الصافرة أو الصوت أيضا هاي تدخل من التدريبات الذهنية اللي هي شلون اللاعب يكون مركز دائما على أنه مسألة أنه كيف يركز اهتمامه على الكرة وعلى الزميل وعلى المنافس وعلى الخصم، فهذه أمور أيضا تهم خصوصا في الفئات الصغيرة. نعم جيد، أشكرك كابتن سعد على الملاحظة. نعم. شكرا جزيلا. حبيبك. تفضل كابتن خالد. مين قصي؟ مساء الخير كابتن. هلا بيك كابتن قصي. مع قصي مرقة، مدرب فئات سنية من فلسطين. حياك الله كابتن. سؤالي إذا ممكن في بداية تشكيل فريق الناشئين في بدايته، كيف بتم توظيف اللاعبين بشكل جيد في المراكز؟ وإحنا بنشوف كتير لاعبين في بيكونوا حابين يلعبوا في مركز معين بس بيكونوا في مراكز تانية أفضل بنظرة المدرب، شو أفضل أسلوب لإقناع اللاعب بهذا المركز؟ كتم اللعب من خلال المراكز تبدأ بشكل فعلي، تبدأ بشكل فعلي لما يصل اللاعب لعمر المسابقات، يعني في 14 13 15، بهذا العمر بصير مطلوب من اللاعب أنه يلعب بوزيشنال، يلعب من خلال المركز. هلأ اللاعب بيبدأ كابتن خلينا نقول من 7 سنوات 8 سنوات، ليصل لل 14 في عنا 6 سنوات تقريبا. في 6 سنوات تدريبيات هذول، في 6 سنوات تدريبيات يفترض انه كل لاعب من خلال لعبه في مراكز متعدده انه اظهر تفوق او قدره اكثر في مركز من بقيه المراكز. هلا الموضوع الثاني اللي بيدخل على خط المدرب انه كيف يختار كيف يوظف، في متطلبات جسمانيه للمراكز احسن من بعض المراكز. يعني انت لما تلاقي مثلا لاعب طوله 170 175 وعندك لاعب طوله 190، هلا بدون ما تفكر تختار مين كقلب دفاع؟ راح تختار الاطول صح؟ صحيح، لأنه المتطلبات الجسمانية لمركز قلب الدفاع، هلأ بغض النظر عن المهارة العالية وعن الذهنية المتفتحة وذكي وسريع ورشيق، بغض النظر عن الأشياء هاي كليات المتطلبات، لما تشوف واحد 170 واحد 190 على طول باخذ 190 بسوي قلب دفاع، بفكر أنه خليه يلعب قلب دفاع وهكذا. أما القصير مثلا يكون مهاري عالي ذكي الذكاء الميداني عنده كويس، بفكر فيه انه اخليه لاعب وسط مثلا او خلف المهاجمين او الاخري. فكل مركز كابتن، كل مركز فيه له متطلبات مهاريه ونفسيه وفنيه وتكتيكيه الى اخره، كل العناصر هذه تلعب دور في اختيار المدرب للاعب مركز. هل يتقبلها اللاعب او ما يتقبلها اللاعب هون المشكله، لانه في بعض اللاعبين بيجوك على 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 التدريب بس يبدا بده يلعب كره قدم، بيجيك وهو بده يصير ميسي وبس، او بيجيك بده يصير رونالدو بس، فهذه يعني بتكون مغروزه في داخله انه انا زي ميسي بدي اصير. فالقدوه اللاعبين الكبار واللي اسم الناس بيقتدوا فيهم بيلعبوا دور برضه باختيار اللاعب للمركز. عندنا حالات مختلفة أو متطلبات مختلفة للاختيار للمركز. أولا الوضع الجسماني بما يليق في المركز، 2 الوضع المهاري والفنيات اللي عند اللاعب، 3 رأي المدرب في الموضوع،
ورأي اللاعب. إذا اللاعب حس أنه بالفعل المركز اللي اختاره له المدرب ناجح فيه راح يقبل فيه ويكون سعيد. بس كيف بده يقتنع هذا أنه ناجح فيه؟ من خلال التجربة، بيلعب مرة، بيلعب مرتين، بيلعب ثلاث مرات، سجل جول، منع جول إلى آخره، فبيصير هذا النوع من القبول للتوظيف. وهذه وجهة نظري يعني، لو أنه طولنا بالضبط شوي. هاي اللي كنت متعصل لها، يعني هو أفضل أسلوب أنه اللاعب يقتنع في هذا المركز أنه بعد تجربة اللعب 100% 100%. هلأ حتى الأهالي، حتى الأهالي بيتدخلوا أحياناً، يا أخي أنا ما بدي ابني يكون حارس مرمى، والولد بيكون مصمم أنه بدي يلعب بالجول. ففي البدايات، في البدايات 7 سنوات 8 سنوات 9 سنوات شو بنعمل نحن؟ نعمل تدوير على المراكز، يعني دقيقتين ثلاثة بيكون حارس، لما نصل لمرحلة اللعب دقيقتين حارس، دقيقتين وسط، دقيقتين مهاجم، الحارس بتبدل دائما. فحتى الحراس اليوم القدوة، لاعب القدوة مهم كابتن قصي. هلأ لما يكون في حارس قوي في دولة، في منتخب من المنتخبات، زي عندنا مثلا عامر شفيع حارس من حراس آسيا يعني، فالناس بيحبوا يقلدوا عامر شفيع، فبيجيك من بيته إيش؟ حارس مرمى، وخصوصا إذا كان طوله بيساعده وكذا، فأنت أوريدي جايك لحاله. أو مثلا أبوه بيلعب حارس، أو عمه بيلعب حارس، عمه كان مهاجم قوي، وهكذا. الرغبة بيلعب دور، والاختيار بيلعب دور، والإمكانيات بيلعب دور، والرأي المدرب بيلعب دور، والتجربة. التجربة إذا حقق نجاحات متكررة بالتجربة بهذا المركز يتقبل فيه. شكرا كابتن. طيب كابتن، يعني أنا بقدر من الجميع المدربين اللي حابين يسألوا، بس يعني إلنا ساعتين ويعني هيك تقريبا انتهى وقت المحاضرة والورشة كاملة، المحاضرة والتفاعلية. فأنا بشكرك باسم الجميع كابتن نهاد، يعني أنت وجودك معنا مهم، وهي ببعتولي بحكولي نرتب موعد ده ثاني مع الكابتن، فيعني خاصة في المحاضرة اللي هي النظرية خلينا نحكي. شوف كابتن محمود، نحن طالما الكورونا ماسكتنا نحن جاهزين، إذا تخلصنا من الكورونا خلاص كل واحد ببيت أهله. ان شاء الله ان شاء الله، يعني هي بتخلص بنضلنا موجودين يعني بنلاقيها حاليا طالما دلينا على السيستم. فيعطيكم العافيه جميعا، وبذكركم في المحاضره بعد بكره مع الكابتن زياد عكوبه عن الدفاع على المنطقه. فيعطيكم العافيه جميعا، وكل الشكر للكابتن نهاد وعلى المعلومات القيمه. والمحاضره انا سجلتها كامله، فبدي احاول ارفعها على جوجل درايف، واي حدا بحب يعني يرجع للمحاضره ببعث له على الايميل ان شاء الله. بارك الله فيك كابتن محمود، وبارك الله بكل الشباب اللي شاركونا اليوم، والمدربين والمدربات، وبالفعل انا استمتعت، يعني انا احب اليوم اني اتحاور مع الناس واسالهم يسالوني، هذه نقطة مهمة في إدارة الدورات للمحاضرين. أشكركم جزيل الشكر، وأنا بالفعل أني استفدت من هذه المحاضرة. الله يعطيك العافية كابتن، خير، يعطيكم الصحة والعافية. شكراً جزيلاً، شكراً جزيلاً كابتن، قدوة للجميع أنت. شكراً لك كابتن. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيك كابتن محمد حمدان. كابتن نهاد، عبد الله معك. عمر جوية، أشكرك. اللي بيطلع اسمه عندي بحكي اسمه محمد حمدان، ثالث مره تطلع دكتور ناظم حبيبي. ايوه الله يعطيك الصحه، انت عزيز علينا. الله يبارك فيك كابتن، شوفك في بغداد. شكرا. انا والله موجود في بغداد. يا حي الله، انا موجود بكندا. بس تيجي احمد نواس. هلا جيت احمد؟ احمد سهل. لا موجود، انا سالتك سؤال. سمج مذكوف. انا بيكي. يعطيك العافيه كابتن. الله يعافيك عمار، يا حي الله. استاذ محمود، بس المحاضره الجايه وين تعلنها؟ يعني على مود نتواصل معك. صائب جندية، السلام عليكم. على الفيسبوك انا ببعث. عليكم السلام، يعطيك العافيه كابتن، شكرا على المعلومات المفيده. الله يبارك فيك. محمود، شبكة كورة فلسطين لو تبعتولها بردوا عليكم الشباب، بيعطوكم كل التفاصيل. احنا عندنا لسه خمس شبكة ايش؟ كورة فلسطين، او اسمي محمود ابو عبيد بالعربي على الفيسبوك. اوكي شكرا.
كابتن نهاد بتمنى تكون ضيف معنا الدوره الجاي ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ان شاء الله يا محجوز كابتن نهاد. خلاص امتى هي؟ بكره؟ بعد بكره يوم بعد يوم بعد بكره صح. اوكي يوم بعد يوم يا شباب المساء ان شاء الله. نحن صرنا زي المطربين صرنا مطلوبين شويه على مطلوبين شويه ما يطلبون المستمعون.